مع السلامة يا قمر، وفرصة سعيدة أوي. كام العداد؟ إيه وهو معقول أدفعك برضو؟ أنت مش مصدقة إن عربيتي ولا إيه؟ ميرسي أوي يا محمود. عن إذنك. معقولة؟ هتشيل لي الشنطة كمان؟ ولا يهمك. اتفضلي. دخلها في الصلاة وحياتك يا محمود. حاضر. الباب مش هيتفتح. باتريس. شرفت يا ابو حنفي. يا قمر بتشتغل حسابك اليومين دول ولا ايه؟ شاطر. قد انت فهمت. طول عمرك حدق. انا لو حدق كنت فهمتها اما تجرجرني لغايه هنا. انت هنا ببيتك. انت عايز ايه؟ ما انت عارف هي صوره. وانت عارف ردي يا اخي، هي صوره. مش تفهم الاول عاوزين فلوس ليه؟ حسن قال لي اقول لك على كل حاجه. مفيش فايده من كلامك يا عتريس. حسن ناوي يهرب. يهرب منين؟ بالسجن؟ ناوي يهرب بره مصر كمان. انت بتقول ايه؟ ازاي؟ ومين اللي هيهربه؟ الفلوس اللي معاك، ال50,000 جنيه يا ابو حنفي. اه بقى هي دي الحكايه، لفت اوانطة عشان اخليني اسلمك الفلوس. العب غير عتريس. برضاك هتسلمها غصب عنك هتسلمها. اختار بقى اللي يعجبك. انت بتهددني تاني يا عتريس؟ المره دي باذن من اخوك. طب وريني بقى هتعمل ايه؟ ما تنساش انك متجوز وبتحب مراتك، وحياة مراتك تهمك طبعا. ما تجيب سيد مراتي على لسانك يا كلب. المرة دي عينة بس، المرة الجاية حاجة تانية. قدامك فرصة يومين، ما فلحتش بالفلوس هتتعب قوي يا عريس. ارموه برا. عتريس، افرض انه راح البوليس. هيقول لهم ايه؟ ضربوني؟ هيسألوه ضربوك ليه؟ ما يقدرش يقول لهم انه نايم على الفلوس وعاوز ياكلها لوحده. خمسين الف جنيه؟ والفلوس دي فين؟ مخبيها. فين؟ مع الأموات. أموات؟ محمود أنت هتخبي عليا؟ أنا خايف عليكي. الناس دي مساعدة ترتكب جريمة قتل عشان تعرف الفلوس فين. من هنا ورايح أنا اللي هوديكي واخدك من الشغل، مفهوم؟ حاضر. لكن أنت هتعمل إيه؟ مش عارف. مش عارف. نبلغ البوليس. أقول لهم إيه؟ أنا متورط بالفلوس دي في المشكلة كلها. رجع الفلوس. أرجعها لمين؟ لأصحابها، للحكومة. وعتريس ورجالته. أمال هتديها للمجرمين دول؟ لو اديتها لهم هتسجن. سيادتك طلبتني تاني. وحشتني يا أخي. مين اللي عمل فيك كده؟ ولاد الحرام كتير. عتريس؟ ضربوك ليه؟ مش عارف. سلمتهم الفلوس؟ ما كانوش ضربوني. يمكن سلمتها بعد ما ضربوه. ازاي سلمهم حاجة وهي مش معايا؟ افرض انها معاك كنت تسلمها لمين؟ لاصحابها، للحكومة. للحكومة؟ ليه؟ عشان الفلوس بتاعت الحكومة. عرفت ازاي انها بتاعت الحكومة؟ انت اللي قلت لي. ودلوقتي بقول لك ان انا متأكد ان الفلوس معاك. وعايزني سعادتك اعترف بكده وادخل السجن برجليا؟ مفيش سجن ولا حاجة. انت اخو المتهم ومن حقك تبرأه بأي طريقة. يعني لو سلمت الفلوس مفيش أي مسؤولية عليك، ولو حبيت ممكن ما نجيب سيرتك خالص،
ونقول ان اللي سلم الفلوس مجهول ومحدش يعرف ابدا انه كان ليك صله بالحكايه دي كلها. انا قلبي عليك يا محمود، جهات التحقيق كتير والخوف لجهه منهم توصل للفلوس واللي معاه الفلوس قبل ما يتكلم. ساعتها لو طلعت انت محدش هيرحمك. فكر على مهلك، فكر كويس وبعقل وما تضيعش الفرصه. انا في انتظارك في اي وقت. مساء الخير. يسعد مساك يا ابني. امال فاطمه فين؟ نايمه في اوضتها. نامت من دلوقتي؟ بتقول تعبانه شويه. سلامتها مالها؟ مفيش حاجه يا ابني، مراتك بتتدلع. اصلها بتتوحم يا سيدي. ايه؟ صحيح والنبي؟ بتتوحم؟ يعني ايوه يعني. الف مبروك يا ولاد. بطه بطاطا روح قلبي، ليه خبيتي عليا؟ ليه ما قلتليش؟ ليه ما فرحتنيش؟ افرحك بايه؟ بالنونو اللي جاي. نونو ايه؟ انا عيانه. لا والنبي يا ابني ده وحم بس جايلها بنوم. تصور العيانه دي كان نفسها تاكل فسيخ من ساعه واحده. فسيخ؟ ده انا هنزل اجيب لك فسيخ حالا يا حبيبتي، هروح رشيد بلد الفسيخ نفسها. انا مش عايزه حاجه، عايزه تسيبوني انام وارتاح. حاضر، نامي وارتاح زي ما انت عايزه. ايه في ايه؟ ابعد وشك عني يا محمود، ريحه السجاير بتخلي نفسي تغم عليا. يا اخويا العيانة قال. بس يا محمود. حسن مالك؟ انت شفت عفريت؟ ايوه حسن. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ايوه كده افتكرتك مش هتقولها. مين معاك هنا؟ اهلا يا سي حسن، شرفت بيت اخوك. مرحب ست ام فاطمه، وحشتينا قوي. امال فين العروسه؟ مش عاوزه تقابلني ولا ايه؟ ازيك يا سي حسن؟ اهلا مرات اخويا، اهلا بعروستنا، الف مبروك ولو انها جت متاخره شويه. لكن معلش انتوا عارفين الظروف طبعا. انت خرجت من السجن امتى؟ النهارده. طلعت افراج. افراج؟ المحامي قدر يطلعني بكفاله. ألف حمد لله على سلامتك يا ابني، عقبال البراءة. أنا جعان، واقع من الجوع، ألاقي لقمة في بيتك يا أبو حنفي. أمال يا سي حسن، من عينيا الاتنين يا ابني. اتفضل مع أخوك لحد ما أحضر لكم لقمة تاكلوها. أنا جاية معاك يا ماما. وماله يا بنتي؟ ده احنا زرنا النبي يا سي حسن. الله يكرمك يا ست أم فاطمة. نقدر نقعد لوحدنا يا أبو حنفي؟ اتفضل. خرجت امتى؟ النهاردة. خرجت بكفالة صحيح؟ هربت. هربت؟ حسن ما تخافش، أنا مش هستنى كتير، غايت وأكل لقمة وأتوكل على طول بعد ما تناولني الأمانة. الأمانة؟ أنا محتاج للفلوس يا محمود. مالك؟ ساهمت كده ليه؟ الأمانة مش هنا. أمال فين؟ مخبيها. نروح نجيبها سوا. لا. طب روح هات أنت وأنا هستناك هنا. لا. أنت ناوي تديها لي ولا لا؟ أي ناوي. إمتى؟ زو مملوكي. كله من خيرك وخير أخوك يا ابني. ألف هنا وشفا. لو احتجتوا حاجة ابقى انده عليا يا محمود. تسلم إيدك يا ست الكل. أنا لا أعرف أكلكوا طعم كده، كنت هربت من السجن. يلا بسرعة. بسرعة. أنت اطلع فوق. مين؟ افتح الباب. استنى.
تعالى من الشباك. خد بالك يا ابو علي. ده بيت محمود عطيه؟ ايوه. انت مين؟ انا مراته. وهو فين؟ انا هو يا حضره الظابط. نعم، في ايه الحكايه؟ اخوك حسن فين يا محمود؟ في السجن. اخوك حسن هرب من السجن. ايه؟ هرب؟ هرب امتى؟ ما جاش هنا. لا ليه ما جاش؟ والست بقى مين؟ ماما. حسن ما جاش هنا يا استهانم؟ يا بيه ما قلت لك ما جاش. اسكت انت. يا بيه ما حدش غريب جه هنا الليله غير حضرتك والناس اللي معاك دول. ما فيش حد يا فندم. فتشنا السطوح ما فيش حد يا فندم. تعال معانا يا محمود. انا؟ ليه؟ انت مطلوب بالاسم. انت بتورط نفسك اكتر يا محمود. انا ما عملتش حاجه. كل اجهزه الامن بتطارد اخوك دلوقتي، واللي يخفيه او يساعده على الهرب بيعتبر شريك معاه في جريمته. انا ما شفتوش. انا بحذرك، ده اخر فرصه قدامك. المساله بقت اخطر مما تتصور، خصوصا بعد الجريمه البشعه اللي ارتكبها اخوك النهارده. جريمه؟ جريمه ايه؟ هو ما قالكش؟ ما شفتوش، هيقولي ازاي؟ فندم خده بره دلوقتي. حاضر يا فندم. اهلا يا مدام فاطمه. واخدين محمود على فين يا جلال بيه؟ اتفضلي اقعدي يا مدام، انا عاوز اتكلم معاك شويه. انا عايز اعرف قالك ايه. جلال عارف ان الفلوس معاك. انت اللي قلتي له الفلوس معايا. انا ما قلتلوش حاجه. وتلاقيك قلتي له كمان ان حسن كان موجود. لا، انا كل اللي قلتوله ان انا ما شفتش حسن من زمان. انا عايز اعرف قاعد معاكي كل ده ليه. اوعى تكلمني كده تاني، اوعى تشك فيا. انا لو كنت عايز اقول كنت قلت ان الفلوس موجوده في تربه المرحومه امك. شكرا. بعد يا اسطى. على فين؟ الجيزه لو سمحت. هاي لو سمحت بسرعه شويه. حاضر. ادخل يمين في اللي جاي وبعدين يمين برضه. بس دي مش سكه الجيزه. اعمل زي ما بقول لك. حاضر. كتير. ارجع الجيزه بقى. بس ما اخ، حط المسدس ده في جيبك. انا عارف انت واخدني على فين، وانا موافق وجاي معاك من غير المسدس والحركات القرعة بتاعتك دي. اتفضل. انت جاي وايدك فاضيه؟ انا ما جيتش، انتوا اللي جبتوني بمسدس في دماغي. فين الفلوس؟ مفيش فلوس يا حسن. احنا مش اتفقنا؟ انا ماشي يا حسن، ولا هتضربني انت ورجالتك زي عتريس؟ انت عاوز تنقطني؟ سلامتك يا ابو علي. انا مرتب كل حاجه يا محمود، خطه هروبي من مصر جاهزه وناقص على التنفيذ، والفلوس دي هي ثمن التنفيذ، من غيرها مش هقدر اهرب. خلاص ما تهربش. انت عاوز نرجع السجن يا محمود؟ ما انا لو اديتك الفلوس انت هتهرب وانا هدخل السجن. عايز ندخل السجن يا حسن؟ ما حدش هيعرف انك اديتني الفلوس. الحكومه عارفه ان الفلوس معايا. لو عارفين كانوا خدوها منك. طب ما انت عارف انها معايا، ما خدتهاش ليه؟ هاخدها. ما حدش يعرف مطرحها الا انا. هعرف مطرحها. ازاي؟ انت اللي هتقول لي. ده بيتهيألك. امال هتعمل بيها ايه؟ هرجعها للحكومه. يا نهار ابوك اسود، انت اتجننت؟
دي فلوس يابا مش عقارب. حد يبقى معاه 50,000 جنيه ويرجعهم بايده للحكومه وللحكومه كمان. انا كان لازم اعمل كده من الاول. تعالى هنا، رايح فين؟ انت مش خارج. بلاش شغل العافيه ده، مالوش لزوم. لاخر مره بقول لك، الفلوس فين؟ مفيش مفيش مفيش. الفلوس فين؟ الفلوس فين؟ اوعى تعمل قتله بايديا يا فاطمه. حسن هو اللي قتل نفسه. اخوك مجرم اناني، كل همه انه يضيعك معاه، وانت ناسي ان احنا كمان هنضيع معاك. ايوه بس ده اخويا يا فاطمه. وانا مراتك. انا مش عارف افكر، مش قادر اتصرف. يعني عايزاهم يقولوا ده سلم اخوه لحبل المشنقه، وانت عايزهم يشاوروا على ابنك في يوم من الايام ويقولوا ان ابوك انا مجرم. سلم الفلوس للحكومه ارجوك يا محمود. وانا ارجوك تسيبيني لوحدي شويه. هي كلمة واحدة هقولها لك، حياتك وحياتنا ما بقتش من حقك لوحدك، أنا كمان من حقي أحافظ عليك وعليها. حسن قتل واحد بس، وأنت هتقتل العيلة بحالها وهتقتل نفسك. سامحني يا حسن، الفلوس لازم ترجع لاصحابها. سبقنا. محمود مش ممكن يعمل كده، محدش يعرف مكان الشنطة غيره. مش جايز يكون حسن عارف مكانها، مش جايز اتسرقت، مش جايز. انت عملت اللي عليك، كلنا حاولنا ننقذ محمود من نفسه، لكن محمود خلاص خطب رجليه للنار. سبح الفلوس الشنطة. بينا عتريس. أنا خايف نتأخر. لسه بدري، الطيارة هتوصل بعد الفجر بشوية. المهم نوصل في الميعاد، دي مسألة حياة أو موت. والطيارة إزاي هتنزل في الصحراء؟ أنا شاكك في الحكاية دي يا حسن. هتشوف يا ابو حنفي، الفلوس تساوي العجايب. اخوك هو اللي قتل نفسه، حسن مجرم اناني. بتشاور لمين؟ الدليل اللي هيخش معانا السهر. أهو جاية. السلام عليكم. عليكم السلام يا ميركا. هي الطيارة هتوصل الساعة كام بالظبط؟ عتريس بيقول هتوصل بعد الفجر. انت ساكت ليه؟ اسألني عن الطريق، الباقي عين معين ده الله. هو ده المكان؟ ان شاء الله.
انا عايز اعرف ازاي الطياره هتنزل في حته زي دي، وازاي اي طياره تقدر تدخل وتخرج بالسهوله دي؟ هي البلد فاضيه يا حسن. يا حسن الفار بيلعب في عبي، احنا لسه عندنا فرصه، العربيه معانا والوقت لسه بدري، وفي مليون طريقه عشان اسكت. اتوكل انا وعاود، الطياره معادها الفجر. حسن بالسلامه يا شيخ العرب. السلام عليكم. انت هترجع لوحدك في الصحراء؟ الصحراء دارنا والنجم صديقنا. رايح فين؟ سيبه عتريس. اسيبه ازاي يا سابر؟ مين يعرف مكاننا وسرنا غيره؟ الخيانه طبع الجبان. وافرض ما جاتش الطياره، مين هيرجعنا تاني؟ وافرض ما جاتش الطياره، هنرجع تاني يا عتريس؟ بس انا بقى مش ممكن اسيبه، يقدر يمشي لما الطياره تيجي. عندك حق يا عتريس، احنا ما بنخونش حد يا شيخ العرب، بس الاحتياط واجب ولا ايه؟ مظبوط. لا يا اخويا، انت بتبص لي كده ليه يا محمود؟ خايف نكون ماشيين في سكه غلط. هي دي اخره السكه الغلط اللي مشينا فيها من زمان يا محمود. ندمان؟ هو الميت بيندم؟ ما تقولش كده، انت هتعيش يا حسن. انا ما تهمنيش نفسي، المهم انت. اوعى تفتكر ان انا نسيتك، انا دفعت ثمن هروبي انا وانت، الطياره هتشيل اتنين بدل واحد. يعني كنت متاكد اني حاجه اسلمك الشنطه؟ زي ما انا متاكد انك اخويا يا محمود. وعتريس مش هيجي معانا؟ عتريس مش اخويا. حسن، عتريس ما يعرفش حاجه. وافرض انه عارف؟ اللي مشي في سكه لازم يكبر. غدر بينا. لا لا بدل بدل، لم كل الورق يا حسن. 50,000 ايه؟ عايز كمان؟ خد يا حسن، خد خد، خلي كل اللي فاضل لنا من الدنيا.